صباح الخير السلامة. البرنامج، الله يبارك والجميع فيك. المغاربة إن شاء الله. لا سعاد، اليوم نحضروا معك كيك بواحد الطريقة غريبة. عندنا كيكه ماشي غريبه، هي عاديه بالنسبه للعيالات اللي تيطبخوا ديما. نعم. عندنا دابا المهم على كي اختيار، عندي كيكه بليمون وكيكه بالياغورت الطبيعي، وعندي كونفيتير سهل. نعم، على كي اختيار في اللي عجبتك نعطيها لك. وحنا نمشيو للاشياء الطبيعيه اكثر، ربما اللي بالليمون، الليمون ديال الدار بالياغورت بالعصير. نو ماشي العصير، هذه كونفيتير سهل. لا قلت عندك كيكه بالليمون. كيكه بالليمون يعني العصير ديال البرتقال. اييه واخا، هذا طبيعي اكثر، نمشيو في الاشياء الطبيعيه. واخا اللي حبيت. تفضلي. عندنا الاربعه البيضات. كاس الزيت. نعم. وثلاثه د الخمارات. وعندنا واحد فاني. نعم. ثلاثه الكيسان ديال الطحين. وجوج الكيسان السنيده ما يكونوش عامرين بزاف. وعندنا جوج الكيسان ديال الليمون معصر. نعم صافي، هادشي اللي عندنا. تنخلطوا كلشي تقريبا في الخلاط. عادي يعني عادي. تديرها في المول وتشوفي اي حاجه عندك، مثلا الدسر اللي واجد، خوخ ولا مشماش ولا فخاز ولا بنان ولا اعنب ولا اللي كان، تتقطعي مني تتخويها في المول، تتقطعي هذاك الشيء رقيق. نعم. ترونشيات رقاق فيها، تدخليها للفرن تطيب عادي يعني. نعم. كيطيب معاها هذاك الديسيغ. تطيب معاها. فاش تخرج تتكوني مجده واحد الكاس ديال العصير ديال الليمون عاود. كيف تخرج هي يا سخونه تتسقيها، تتسقيها بعدا بالموس وتتسقيها بالليمون وبالصحه والراحه. نعم، اذا قلنا عندنا اربعه البيضات. نعم. كاس واحد ديال الزيت. ثلاثه ديال الخمارات. ساشي واحد ديال الفاني. ثلاثة الكؤوس ديال الطحين. نعم. جوج الكؤوس ديال سنيدة ما عامرينش بزاف. أيه. وجوج الكؤوس ديال عصير البرتقال. البرتقال هادشي يعني. كنخلطوا العناصر كاملة، الكيكة بالطريقة العادية. كناخذوا الدسر اللي عندنا متوفر في البيت وكنقطعوه ونستفوه من الفوق منها قبل ما كندخلوها الفران. أيه. ندخلوها الفران طيب، وكنكونوا أيضا محضرين واحد الكويس ديال عصير البرتقال باش نسقيوها ملي تخرج من الفران. أيه. نعم. وغانتي طيبتيها وزدتيها. بالنسبه للكيكه ديال الياغورت شنو اللي مختلف فيها؟ الكيكه ديال الياغورت فيها فيها ياغورت طبيعي. واش نقول لك المقادير؟ هي تفضلي. عندنا جوج ديال الياغورت الطبيعي. وجوج فاني. جوج خميره. عندنا واحد شكلاط غبره. كاس؟ نعم. كاس ديال شكلاط غبره. وجوج كيسان ديال الطحين. وجوج كيسان الزيت. هادشي كله بالعبار عافاك ديال دانون ديال هذاك. اذا ملي كنقولوا جوج كيسان ديال الحك ديال الياغورت. اييه. نعم. جوج كيسان ديال الزيت. جوج ديال السنيده. اربعه البيضات. نعم. وقشره الحامض او الليمون. هي تجي هائله. نعم، اذا ما مختلفينش المقادير بزاف. اذا هاد الكيكه ديال الياغورت عندنا فيها جوج الحكاك ديال الياغورت طبيعي. نعم. جوج ساشيات ديال الفاني. جوج ساشيات ديال الخميره. نفس هذاك الكاس ديال الياغورت لما كنفرغوه كنبداو نعبروا به هاد المقادير كامله. نعم. عندنا كاس واحد ديال الشوكولاته غبره. جوج كيسان ديال الطحين. جوج كيسان الزيت. جوج كيسان سنيده. نعم. اربعه البيضات وقشره اما ديال حامضه اولا ديال برتقاله. يعني كلشي طبيعي يعني صافي، حتى هي طبيعيه عادي في الخلاط. هي نورمالمون انا كندير الطحين هو الاول، وكندير الغبره الشكلاط الغبره، وكندير دانون، وكنخلط بايدي عادي. كترمليهم؟ كنخلطهم هكذا كلهم يعني تقريبا، كنجمع جميع المقادير وكنخلطهم بايدي عوض ما تندير مثلا البيض ونطرب وحده. كندير انا الطحين هو الاول والشوكولات وهذا عاده كندير مقادير اخرى وتتخلط ضروري قبيصه ديال الملحه. نعم. هي ديما تعودنا على هذه المساله كنديروا المواد الصلبه بوحده والمواد السائله بوحده عاد كنخلطوهم من بعد. كتجي هذه الطريقه افضل. المهم اللي بغى يدير اللي بغى يدير هذه الطريقه يديرها. اللي بغى انا هذه الطريقه اللي تندير، انا تندير الطحين تندير مع الخماره والفاني والياغورت وتنخلط ونزيد سنيده ونزيد زيت. المهم كل واحد وكيفاش كل واحد فاش كيرتاح اش من طريقه. نعم. واخا ناخذ معك حتى الكونفيتور لما زلنا واحد شويه الوقت. واخا ان شاء الله. عندنا جوج ليمونات كبار.
نعم حامضه كبيره تنغسلوهم مزيان تنخشوهم دابا راه الحامض غالي يا سعاد ونشوفوا نتسناو الوقيت يكون فيه رخيص نعم ولا تتديهم تتغسليهم مزيان تديريهم في الفريغو مده يومين ولا مهم على حسب النهار ولا هذا حتى مقطعين ولا صاينين لا صاين صاينين اذا جوج برتقالات وحامضه وحده يكونوا كبار المهم تديريهم في المجمد تتجبديهم منه تتحكيهم في الحكاكه رقيقه يتحكوا تزيدي عليهم يعني القياس ديال السنيده اللي تتبغي نقولوا على بحال بالنسبه للوليدات انا تندير لهم السنيده وهذا المهم على حسب العيالات تقريبا داكشي اللي تيبغيو يديروا في السنيده نعم اذا هما لما كيتحكوا راه كلشي كيكون هذا قاصح كله كيكون قاصح غير خاصك دير واحد ليغون غادي ياثروا لك شويه على يديك كيخصهم واحد شويه المجهود غير غتحكي هي ساهل ماشي غتدي وتجيبي تلعبي شويه الرياضه اللي يديك شويه هكا نعم تدي وتجيبي المهم في ديك الحكاكه الرقيقه وترميهم في الطنجره تزيدي لهم كاس الماء كبير ديال عصير الليمون نعم كاس الماء والسنيده وتخليهم حتى يطيبوا تقريبا المهم على نار مهيله وانت عينك ميزانك خاصو يكون شويه ما يكونش جاري ما يكونش عاقد كونفيتور تيكون شويه عاقد ماشي العاقد لا ما يكونش عاقد من الافضل انه يكون شويه داك الجاري تستعملي جميع المهم تخدمي جميع الاستعمالات شحال كيبقى فوق البوطه تقريبا نقول لك انا حسب نص ساعه هكذا نص ساعه العافيه مهيله ساعه الا ربع العافيه مهيله نعم اذا جوج ليمونات كبار وحامضه وحده كبيره كندخلوهم للمجمد على الاقل واحد يومين حتى كيجمدوا مزيان نعم. لما كنجبدوهم كنحكوهم في الحكاكه الرقيقه كنضيفوا عليهم كاس ديال الماء بارد وسنيده حسب الذوق حسب نعم كنردوهم كنخلطو مزيان ونردوهم يطيبوا فوق البوطه ما بين الساعة حتى لساعه الا ربع على عافيه مهيله أيه. صافي هو الكونفيتور نقولوا ديال الليمون محمض الليمون ما كيجيش محمض بالعكس كيجي زوين ايه ولكن الحمد لله كيعطي واحد اللذه زوينه النساء وغادي يجاوبوك ان شاء الله باذن الله شي اللي كنتمناو طبعا تبارك الله عليك لاله سعاد شكرا جزيلا على المشاركه ديالك معنا كنشكروا ايضا كل المستمعين والمستمعات اللي شاركونا واللي كيتصلوا